هذه المعكرونية أنا طلعتها. المعكرونية موجودة بعد ما خلصت. طبعًا ما ساعفنا الوقت إن إحنا. هذا الجبن. نزينها أحسن من كذي، هي ممكن تتزين بأكثر بس. هي باين زينتها بجبنتها. بالإيه موزاريلا. أي نعم. شكلها كذي، أنا متأكد الطعم طيب. وعندي لكم سالفة صغيرة. مرة ولدي قال لي المطعم الفاني يبيع هذا باستا أحسن من اللي تسويها. اي فسويت مثل هذا الشو اللي سوينا تحديت، يعني تحديت، قلت له اطلب وانا بطبخ الحين. اي فمع طقه الباب المعكرونه مالتي خلصت، خشيتهم وما وريت اي مالتي، صبيتهم في صحون غير. اي فشهد لي ان المعكرونه مالتي كانت افضل. وانا متاكده. وانا واحنا الحين الحمد لله سويناكم المعكرونه اللي انا غلبت فيها سعود ولدي، والدونت اللي ام احمد تنصحكم تسوونه في البيت. أي لانه والله. لانه في البيت طعمه احلى وفيها فيه من روحكم انتوا، احسن ما نشتريه من البيت. اشتري هذول اكيد اكيد بايدك يا ابو سعد. أحلى احلى واحلى. ووقتنا الحين تقريبا خلص، والحمد لله. نستاذنكم يا جماعه وسامحونا، سامحونا اذا في اي قصور، ونشوفكم على خير ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله. ومع السلامه. مع السلامه وحياكم الله.